لي واحد البايكو وبقيت شاد الطريق ما وقفتش ليهم حتى وصلت للدار. السلام عليكم. واحد سرقت دراجة نارية، سرقت لي مدة 3 سنين أو 4 سنين في القريعة، ودابا تلاحقت بها في شارع الفيدا أون فاس مع ستاسيون شال إفريقيا ما بين فيدا وشارع محمد السادس، وتلقينا بالشفار وراه دابا تديروا العلاقات بيناتهم. كيفاش كان غادي شي هربان شي حاجه؟ هربان دلاه الموطور ولا حس بردي وهرب. تابعينو شي دراري؟ تابعينو الشرطه والدراري، الدراري طيحوا وناضوا هرب. هرب علاش؟ سبعو الدراري ملي هرب؟ سبعو الدراري تبعو الدراري مش شتوش، ولكن شتوه الشرطه غادي ندف قد عرفتو من الضربه اللور. كاين واحد الشقه في الكارت بولوران سنين، وكان منك غادي في الطريق كانوا رشوا عليا واحد البايكو وبقيت شاد الطريق ما وقفتش ليهم توصلت للدار. تغمضوا لي العينين صافي، تفافيت ولا نكسير، بقيت محار مع عين صافي. بغاو يديو ليا، بغاو يضربوا ليا الرويضه اللور قدامي، بغاو يطيحوني. من الدوله كيفاش الدوله؟ ما بغيت حتى ثالث عيد ولا رابع عيد، الاول العيد الثاني عيد في عين الشق في دار التوزاني. شي رساله للناس؟ شي رساله للناس، كثروا الشفاره بزاف في شارع فيدا القريعه السلطان كومبلي، هذا الشارع كثر بزاف والاجرام، وشارع محمد السادس شارع فيدا الترام كل شيء درب السلطان كومبلي خصهم والمعارف وزيد وزيد وزيد. ايوا والله الله يغفر من حق، الله يبين العلامه وعاش الملك.